وللمزيد ينضم إلينا من أمستردام زيد تيم، الباحث السياسي أمين سر حركة فتح في هولندا. مرحبا بك أستاذ زيد. يعني كنا قبل قليل نتواصل مع مراسلنا في رفح الفلسطينية، وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي مستمر، وحصار مستشفى ناصر في خان يونس ما زال مستمرا أيضا، وسبقه مستشفى الشفاء. يعني هذا يحدث بعد ساعات من الموافقة أو من تمرير قرار مجلس الأمن الأخير. واضح من معطيات مراسلنا على الأرض أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بهذا القرار، كيف تعلق أستاذ زيد؟ عبد الله صباحك أستاذ الحبيب وأخي العزيز خالد، وتحية لك ولقناتكم المحترمة، الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. القرار الذي صدر اللي أصدروا يعني بعد هاي المجموعة الأعضاء الغير دائمين في المجلس اللي قدموه مشكورين أجل وقف إطلاق النار، وهذا القرار ليس وقف إطلاق نار يعني كامل على الإطلاق، ولكن يتضمن شهر رمضان. أنا أريد أن أفهم شيئا واحدا، متى التزمت إسرائيل بقرار لمجلس الأمن؟ 77 قرار بحق الشعب الفلسطيني ومجلس الأمن أصدر ولم تلتزم إسرائيل، ولكن الآن المفارقة والشيء الذي يستغرب أنه أمريكا لم تتخذ حق نقد الفيتو وامتنعت فقط عن القرار، وأنا أعتقد أنه هاي بسموها بالعامية فرك الذان لنتنياهو، هذه فقط لا أكثر ولا أقل، وهذا ليس من أجل أنه تتخلى يعني أمريكا عن إسرائيل أو هذا الكيان، أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل، ولكن ضغوط كبيرة لكسر الجمود، لكسر المفاوضات في من أجل الرهائن ومن أجل أشياء كثيرة جدا. أنا أعتقد أنه إسرائيل لا تقدم لهذا المجتمع إلا أنت تستبعد إذن أستاذ زيد ما يقال من أن هذا القرار أو امتناع الولايات المتحدة ربما تم بتنسيق ما بين الولايات المتحدة وحليفتها، تستبعد ذلك؟ لا، أنا لا أستبعد ذلك على الإطلاق، القرار واضح تماما. القرار يعني أوكي وقف إطلاق نار فوري وإدخال مساعدات، لأنه الأمم المتحدة وكل هذا العالم تحدث بشكل واضح جدا أن هناك فعلا يعني مجازر يندى لها جبين البشرية. زيارة غوتيريس الأمين العام من أمس أول أمس على الحدود ورؤيته للجرحى وللأطفال وللنساء والرجال، قال هناك يعيش العالم كابوس لا ينتهي. أنا أحمل صوت أغلب دول العالم العظمى من العالم الذي سئمت من ما قدموا الاحتلال، يعني واضح تماما أنه هناك هذا القرار الذي تم وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تتحمل مسؤولية مثل ما تتحمل إسرائيل المسؤولية. أعتقد أنه هذا القرار هو فقط يعني شيء ضغط قليل على حكومة نتنياهو من أجل تقديم بعض الأشياء لتسريع عملية المفاوضات، وهذا شيء واضح تماما من خلال أنه أمريكا لم تأخذ يعني لا حق نقد الفيتو ولا أي شيء على الإطلاق، وأمريكا بيدها أنه تقدر تأخذ حق نقد الفيتو، ولكن ليس هناك قرارا واضحا مثلا باستخدام البند السابع إذا لم تلتزم الدولة المعنية، مثل اللي مسألة الضمانات تقصد هنا أستاذ زيد؟ الضمانات نعم. شو الضمانات الذي قدمته؟ وقف إطلاق نار أوكي تمام، قرار جيد وممتاز وهذا شيء إيجابي، وهذا أنا كنت تحدثت إلى محطتكم الكريمة سابقا أن يجب على المجلس أن يتخذ في ظل هذا العالم، يجب على العقلاء في العالم أن يدعوا إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم استمرار هذه الحرب، وهذا شيء منطقي. اليوم هذا القرار إيجابي وأستاذ خالد جيد وممتاز، ولكن ما هي الضمانات؟ هل سينفذ القرار ضمن البند السابع؟ أنا بدي أقول لك معاه مجال نتنياهو أسبوعين، هو ممكن أن يلتزم بجزئيات معينة ولكن سيقوم بحماقات كبيرة جدا، والدليل على ذلك كما تحدثت حضرتك أخي خالد من قبل قليل بأنه ما زال مستمر إن كان في مستشفى ناصر أو مستشفى الشفاء لليوم. أي ما هي حدود الالتزام الذي تتوقع أن يلتزم به نتنياهو في هذا القرار؟
حدود الالتزام هو ممكن انه ادخال بعض المساعدات المفروض ان تدخل بشكل طبيعي وبشكل عادي، ان كان من معبر رفح او بعض المساعدات كما دخلت المغرب بعض المساعدات او مصر او بعض الدول العربيه الى قطاع غزه. انا اعتقد كل هذا لا يكفي. الحل الامثل ان يكون هناك قرار واضح جدا بمدة زمنية معينة، قرار وقف اطلاق نار كامل وشامل، وهذا القرار من أجل أن يكون هناك سلم دولي، سلم وأمن لهذه المنطقة، ويجب التحرك الفوري لوقف اطلاق النار بشكل مضبوط ضمن مواد معينة. لكن أستاذ زايد، هنا هذا القرار أيضا، هذا القرار تضمن كلمة ربما غابت عن القرارات السابقة، وهي كلمة الإفراج غير المشروط، يعني بدون شروط مسبقة. الإفراج طبعا عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وهذا تعاطت معه حماس وتفاعلت معه حماس بشكل جيد، وقالت إنها مستعدة لمقاربة مثل هذه. أليس هذا هو هدف إسرائيل من هذه العملية التي بدأت بعد 7 أكتوبر، الإفراج عن الأسرى؟ هذا هو عنوان العملية يعني. فلماذا لم تلتزم إسرائيل؟ هذا هدف من الأهداف. هذا هدف من الأهداف. وأنا ذكرت لك أستاذ قبل قليل إنه أمريكا، هذا أعتقد هي لي فقط يعني فركت أذن لنتنياهو، وبنفس الوقت هي لكسر الجمود في المفاوضات. وهذا مع مدة خلال الأسبوعين القادمين، لأنه القرار يقول خلال رمضان، ورمضان يعني كل عام تطيب، وبعد أسبوعين يأتي العيد. يعني معناته عنده فقط هو مدة معينة، فترة زمنية معينة هذا القرار، وليس دائما. دائما بشكل كامل. هذه نقطة مهمة فعلا. هذا شيء واضح. الشيء المهم أستاذ خالد، أنه يجب أن يكون هناك قرار متضمن فقرة مهمة، ألا وهي هل هذا القرار يدخل ضمن المادة 7، يدخل ضمن أنه في قرار فيما لو لم تطبق هذه الدولة الالتزام بقرار مجلس أمن، يقوم مجلس أمن باستخدام المادة 7 من القانون، وهو ميثاق الأمم المتحدة، هو التدخل العسكري القوي. هل هذا ممكن؟ أنا أعتقد مستحيل وغير ممكن، لأن أمريكا سترى أنها شريكة دائما مع إسرائيل وتدافع عن إسرائيل، وهي ستأخذ حق نقد الفيتو إذا استخدم مجلس الأمن هذا القرار. وإلا لماذا امتنعت أكثر من 3 مرات وأخذت حق نقد الفيتو اليوم؟ هذا الكلام لأنه نتنياهو أحرج تماما أمريكا وغير أمريكا، وأحرج بايدن تحديدا، وبدليل أن الوفد الذي سيذهب إلى أمريكا أو اليوم أوقفوه، اللي هو على رأسه ممكن نتنياهو يعمل زيارة إلى الولايات المتحدة لكسر الجمود. أعتقد هذه كلها تقصد زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة. نعم صحيح 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 تماما. طب هنا أستاذ زايد، في ضوء كلامك هذا، هل يمكن أن نقول إن الكرة الآن وبعد هذا القرار من مجلس الأمن وتمريره من قبل الولايات المتحدة وإعطائه مدى زمنيا أنت تقول 2 أسبوع، هل في ضوء هذا الكلام يمكن أن نقول إن الكرة الآن في ملعب حماس على طاولة المفاوضات؟ أعتقد يعني أنا بدي أقول هذه حرب الإبادة التي تخاض من الشعب الفلسطيني. صح حماس هي من تفاوض صحيح، ولكن أنا أعتقد أن القرار بالنسبة يعني الفلسطينيين هو يفترض أن يكون بالشكل التالي: أنتم تطالبوا بالإخلاء عن الرهائن، عظيم جدا، ولكن لدينا أسرى، وأعداد الأسرى هو عملية الاتفاق على هذا الموضوع. وأنا أعتقد أنه أمريكا حاولت اللعب بهذا الأمر فقط للضغط بشكل معين على نتنياهو من أجل التقدم، من أجل أنه كفى إحراجا لنا، ولدينا مخطط كبير جدا يجب الاستمرار فيه. وأنا بدي أذكرك أستاذ خالد بس فقط للتذكير، أنه أمريكا بعد قرار محكمة العدل الدولية مباشرة، العمل الوحيد الذي قامت به مباشرة قطع الأموال عن الأرنوا، وتبعتها فرنسا، وتبعتها كذلك بريطانيا، وكل المنظومة التي ساعدت إسرائيل. اليوم الوضع يختلف، لأنه نتنياهو يعني عدد الشهداء أصبح 32,333، أصبح عدد الجرحى 74,692. هذا يحرج أمريكا،
لماذا ينتظر إلى هذه اللحظة؟ هل من مزيد من الدم الفلسطيني؟ الكل يتحدث عن مجاعة أستاذ خالد، الكل يتحدث عن سوء أغذية، عن الصحة بشكل كامل، وهذا ما تحدث به السيد غوتيريس. طيب اليوم لماذا لم يتخذ قرار بوقف إطلاق نار فوري ودائم والتفاوض؟ هل يمكن أن يتفاوض المفاوضون بظل حرب طاحنة وحرب إبادي؟ أنا أعتقد الموضوع يحتاج خلال الأسبوعين القادمين، ولا يوجد سوى أسبوعين، وستتكشف الأمور بأن أمريكا كذلك هي شريكة مع إسرائيل، وفقط العامل الوحيد هو الضغط على نتنياهو من أجل اتخاذ. طيب هو يعني حتى يكون تحليلنا في ضوء يعني معلومات محدثة، حركة حماس قالت اليوم الاثنين إنها أبلغت الوسطاء، طبعا أمس الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء بأن الحركة ستلتزم بموقفها الأصلي بشأن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادلا حقيقيا للأسرى. كيف تقيم هذا الرد من حماس على قرار مجلس الأمن؟ هذا أعتقد الرد واضح جدا. القرار لا يتضمن وقف إطلاق نار كامل، القرار يتضمن وقف إطلاق نار مؤقت مش كامل، يعني خلال فقط، هلا ممكن يقولوا عنه وقف إطلاق نار، ولكن اشترط بأن يكون خلال شهر رمضان، وشهر رمضان ينتهي بعد 15 يوم. بالعقل خلينا نستخدم عقلنا، يعني خلال أسبوعين فقط لا غير، وخلال الأسبوعين هدول ممكن يتم إنجاز بعض الأمور. فلذلك حماس تحدث أو الموقف الفلسطيني تحدث بأنه نحن نريد وقف إطلاق نار شامل وكامل وتبادل لعملية الأسرى وإخراج عن المحتجزين. هذا شيء واضح جدا، لم يتغير الموقف، وأنا أعتقد أنه كذلك الأمر بالضغط الموجود إن كان على الجانب الفلسطيني أو الجانب الاحتلال، أعتقد اليوم أمريكا في وضع لا يتحسد عليه، واليوم الموقف الأمريكي هو فقط لإرضاء الجمهور، إلا أن أمريكا مقدمة على انتخابات ومقدمة على أشياء كثيرة. لإرضاء أي جمهور أستاذ زايد؟ الجمهور الأمريكي بالتحديد. أنا بقول لك كل صراحة، لأنه أمريكا أصبحت محرجة حتى من حلفائها. اليوم الموقف الفرنسي، شوف الموقف الفرنسي، شوف ألمانيا الذي دعمت إسرائيل بشكل كامل ماذا تحدثت؟ أنه يجب وقف إطلاق النار ويجب إدخال المساعدات. الأمين العام جوزيف بوريل، الاتحاد الأوروبي منذ فترة أخذ قرار بنفس السياق، 26 دولة. كل هاي الأحداث التي تدور هي عملية أن تقول لنتنياهو كفى، أحرجتنا بما فيه الكفاية، ويجب أن تقدم بعض الأشياء. ماذا قدم نتنياهو؟ قدم القتل، قدم الإرهاب، قدم حرب الإبادة الحقيقية، وما زال وتحدث منذ يومين أن إذا أمريكا إذا لا تريد دعمنا نحن سوف نعتمد على أنفسنا من أجل أن نقوم ببعض العمليات برفح. وأنا أعتقد هذا الأحمق سيقوم ببعض الأشياء خلال هذه الفترة القصيرة، عمليات عسكرية يعني في نفس رفح، لأنه في حديث الآن يدور حول ترحيل بعض مئات من الفلسطينيين وإعادتهم إلى وسط قطاع غزة. طب هل وسط قطاع غزة في حالة إنسانية موجودة؟ في حياة؟ لا يوجد مستشفيات، لا يوجد ماء، لا يوجد مدارس، لا يوجد مكان إيواء، إلى أين يعودون؟ يعني أعتقد أنه هاي المسائل كلها لعب بالوقت من أجل تحقيق بعض المكاسب، لأنه نتنياهو من هذا الحرب وهذا الإنسان الإرهابي لم يحقق ولا شيء واحد من الحرب الذي خاضها، حرب الإبادة الحقيقية. أستاذ زيد، في ضوء هذا القرار الذي أحدث اختراقا لهذه الحرب، طبعا شئنا أم أبينا لابد أن نقول أن هذا القرار هو اختراق لهذه الأزمة المستمرة لمدة 6 أشهر، هل خيار اجتياح رفح تراجع إلى الوراء قليلا؟ ممكن يكون بعمليات معينة، ما ممكن تكون حرب شاملة كاملة، ولكن ممكن تكون حصار، ممكن تكون حصار أكثر من ذلك، ممكن ضغط بعض المواقع. وأنت تفضلت أستاذ خالد، القرار قرار إيجابي وجيد بجانب واحد، ألا وهو أن العالم مع عموم العالم أجمع بشكل واضح من خلال هذه الدول 14 التي قدمت بشكل واضح أنه يجب وقف إطلاق النار. هذا يعني أنه كل العالم متفق أن هذا الاحتلال أوغل بالقتل ضد الشعب الفلسطيني، ويجب على هذا الاحتلال وقف الاحتلال، وقف
حرب الإبادة الحقيقية ضد الشعب الفلسطيني، هذا المكسب الوحيد. هلأ مسألة تطبيق القرار هاي مسألة مهمة، يجب على الاحتلال تطبيق القرار. طب ما هي الضمانات التي تضمن تطبيق القرار؟ يجب هناك قرار واضح جدا من المجلس المحترم أن يقول إذا لم يطبق هذا القرار يجب استخدام المادة السابعة. هيك بكون قرار فعلا ينصف الشعب الفلسطيني، وقرار أعتقد إذا التزمت أمريكا فيه، وأنا أشك تماما بأنه ممكن أمريكا تأخذ مش فيتو 2 و3 و4 5 لمصلحة إسرائيل. طيب مسألة يعني احتجاج نتنياهو على هذا القرار أو على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض على هذا القرار، والذي تجسد في إلغاء زيارة وفد إسرائيل رفيع إلى واشنطن، يعني يظهر لك ماذا تحليليا أستاذ زيد؟ اليوم نتنياهو ما توقع من أمريكا أن تأخذ قرار حتى الامتناع، يعني هذا أنا حكيت لك هذا لا يمكن. أنا أعتبره أنه تخلي عن هذا الكيان، أنه أمريكا تخلت عن هذا الكيان، وهذا القرار يعني بصراحة تفاجأت فيه. تخلت أستاذ زيد، عفوا للمقاطعة، تخلت عن هذا الكيان أم تخلت عن نتنياهو؟ تخلت عن نتنياهو، بقصد عن نتنياهو لأنه هو الآن يمثل كرئيس وزراء لهذه الحملة، ومعه كل هذه الشلة الحاكمة الإرهابية من سموتريش وجالنت وكل هذول بن غفير والجميع. لم تتخلى عن إسرائيل كيان، لأنه هو قال بشكل واضح أنا إسرائيلي، يعني تحدث سابقا، هو نفسه بايدن قال أنا ووزير الخارجية قال أنا لم أأتي كوزير خارجية، أتيت كإسرائيلي. تحدثوا بشكل واضح بشكل وقح صراحة. أنا أقول لك بشكل واضح أستاذ، أنا بتمنى، أنا عندي اقتراح بسيط للدول العربية أن تستغل مجلس الأمن من أجل محاسبة إسرائيل من خلال تقديم مشاريع مختلفة تحميل إسرائيل، مثلا على سبيل المثال تكليفات من سيقوم بإعمار غزة، يجب عليهم إصدار قرار بأن تتحمل الاحتلال، الوحيد يتحمل مسألة الاحتلال بمعنى أصح. يجب على الدول العربية والدول الغير حكومية والدول غير دائمة بقصد عفوا، أن تبدأ بشكل مشروع وراء مشروع من أجل إنهاك إسرائيل وإلزامها بشكل واضح، لأنها لا تعادي فقط الشعب الفلسطيني، بل أصبحت الآن تعادي كل دول العالم. تعادي كل القوانين الدولية، وإسرائيل لم تلتزم ليوما ولن تلتزم. أنا بقول لك بصراحة هذه الحكومة بظل شخص على رأسها نتنياهو، أنا أعتقد كل المجتمع الدولي يجب عليه الضغط على إسرائيل بشكل واضح من أجل يعني إلزامها إلزام كامل بأنه تقف بهذه الحرب، حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وأن تدخل كل المساعدات. وأنا أعتقد وكالة الأونروا يجب دعمها بشكل كامل، لأن هي الهيئة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور الجيد والمتقدم، إضافة لبعض المنظمات غير الحكومية، ويجب فتح معبر رفح بشكل دائم. هذا القرار بهذا الشكل يكون بصراحة انتصار للعدالة. نعم شكرا لك. وأنا سبق حكيت بهذا الموضوع. نعم شكرا. أتمنى وصلت وجهة نظرك أستاذ زيد تيم، الباحث السياسي أمين سر حركة فتح في هولندا، كنت معنا من أمستردام، شكرا لك.